بيتنا ليلة واحدة على البيتش ده. شايفين السيجار؟ ضبطت نفسي شوية عشان كان مودي مش حلو. عملت شعري كنيش، لبست اي حاجة جديدة كده، وحطيت برفيوم وليب بالم عشان ابقى في المود. بفكر اسجل لكم حلقة جيرل ستوك عن اللاكي جيرل سيندروم. شايفين الناس هنا عمالين، شايفين عربيات يا جماعة؟ فن سو ماتش فن. حطيت السن بلوك، بس الايام دي عشان قبل ما انام بحط كريمات للاكني كتير جدا في وشي مقشر. مش عارفة انتوا شايفينه على الكاميرا ولا لا، بس اتس اوكي، لاني بخاف بقى عشان ايه البكتيريا وكده، مش عايزه الاكني يزيد في وشي، فبحاول اعمل كنترول على قد ما اقدر. طبعا حاطه فاكتور 50 عشان الشمس. شايفين صراحه انا حابه شكلي لبس يعني باللبس اللي هو الهامبل، اللي هو اي حاجه على اي حاجه، شورت على ده. عندي من 2010 البتاع ده، عندي من 2010 وده من 2012 والشورت من 2016 والنضارة لا بقى لها 3 سنين، دي احدث حاجة. I don't care، اهم حاجة الconfidence في النفس، واهم حاجة تكوني مرتاحة في اللبس اللي انتي لابساه. وانا بحب التيشيرت ده جدا، كنت جايباه صورة انا لابساه من الشقلوب لسه واخدة بالي، من H&M من زمان، من 2013 2012. لسه واصلين البيتش الجديد، اسمه لافنتانا. محظوظين ان الويند مش قوية النهاردة، لان فنتانا معروفة بالويند القوية عشان السيرفر والويند والوينج فايل والكلام ده. قلت لكم في الانستجرام ستوري ان انا مشتهية بطاطس محمرة، اشتريت بطاطس واشتريت ازازة زيت نونو. استنى اوريكم، عملت كده ليتل شوبينج جروسري. شايفين اشتريت ايه؟ مشترياتي، اشتريت ليمون كتير، اشتريت عيش، بوب كورن. شايفين ازازة الزيت النونو دي؟ واشتريت خضروات، اشتريت لبن، واشتريت بسكويت وشوية خضروات هنا. شايفين اشتريت كانتلوب
وطماطم وكورن. اعملوا اشتراك بالقناة دلوقتي، شايفين بسببكم كل حاجة وقعت على الارض. نجمع الليمون. سايقين العربية من الساعة 10 الصبح 10 ل 10 لغاية الساعة 5 السواقة، لغاية ما وصلنا البيتش الجميل ده. شايفين هاي ومش هي بطاطس محمرة، فهعمل بطاطس محمرة. شايفين الفيو يا جماعة رائع. اوبا شايفين السيجار وجاي يراشق في الميه عشان يطلع السمكه شبه الاروز. ذا سمول بوت يا كفرت ذا ذا بني بوي بوي.